يا طيبة أينما كنتم، طقس مثالي هنا في ملعب المباراة وأجواء تبشر بلقاء كبير. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، وأسعد بصحبتكم اليوم. مباراة تبدو بأنها ستكون مثيرة. كريم بالعربي، فرصة هدف باتجاه بالعربي، هدف أول الآن، هدف مبكر من بدري سجلوها، أشعل المدرج، بداية قوية. دقائق جوك بدأ ضايع، خطيرة لبوليسيتش، خطورة مستمرة، خروج غير موفق من حارس المرمى، والكرة في الأخير في المرمى بكل سهولة. متابع الهدف مرة أخرى، بيعدي فيها، يتقدم فيها، هدف لمصلحة مانشستر يونايتد. تعامل ممتاز مع الرقابة، الله عليك. هذه كرة هدف الآن، لابد أن تستغل هذه الكرة. تصويب على المرمى الخالي، حارس المرمى خارج مرمى، والكرة في الشباك. يا أصحاب الأرض، أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب، استحق الفوز بهذه النتيجة بعد المستوى الكبير اللي ظهروا من خلاله. رائعة، أجواء مثالية لممارسة كرة القدم. سعيد بتواجدي معكم من خلال التعليق على أحداث هذه المباراة. على أمل بأن تكون مواجهة على قدر التوقعات. كريم بالعربي، هافيرتز عنده فرصة للتسجيل، كرة ما زالت خطيرة. أوه، وين الحارس؟ المرمى خالي، الهدف يدخل بدون صعوبة، الكرة في الشباك، افتكاك سليم للكرة. كريم بالعربي، فرصة هدف باتجاه بالعربي، والكرة في المرمى. الفارق هدفين الآن بعد هذا الهدف لمانشستر يونايتد. شوف اللقطة من جديد، هجومي، هذا التحول السريع، بيعدي وبيمر بالكرة. يا الله، اشتغل الهاتريك، الله على الأسطورة، على الحسم، على الخطورة، على الكرة. بيمر ويتقدم بالكرة، ما زالت الكرة خطيرة. ذكاء كبير في التعامل مع الكرة، لم يكن الحارس متواجد، كرة كانت سهلة واستقرت في الشباك. والآن ينطلق بالكرة الخطيرة، يا رب، مستحيل. نشوف الآن إعادة الهدف، ألاحظ كرة تنطلق إلى صف نهاية المباراة. مشاهدينا، وعلينا أن فوز أصحاب الأرض اليوم، يرفع المعنويات، الفريق بارد يبطل صورة اليوم، كل شيء كان مثالي في أرضية الملعب.